القش لهاي بناية الحكومة. عبر وثائقه المؤرشفة يشير بيده إلى بناية حكومة العراق التراثية على ضفاف بغداد. مكتبة الفلفلي الفوتوغرافية تأسست منذ مطلع الثلاثينيات وتوارثها الأبناء عن الآباء لتوسع سوق السراي بقصصه ومرتده وكتبه النادرة. أسس والدي المرحوم حسين الفلفلي في 1930. تعتبر المكتبة من أهم المكتبات الموجودة في بغداد، كانت تستورد وتطبع وتنشر أغلب الكتب اللي في تلك الفترة الخمسينات. زار المكتبة أكثر السياسيين والأدباء، كان يجتمع بها أكثر الأدباء والمفكرين العراقيين، مصطفى جواد، جواد علي، علي الوردي، مهدي محبوبة، علي جواد الطاهر، غيرهم، وأكثر سياسيين عزيز السيد جاسم. إضافة لأنه زار المكتبة المرحوم رئيس الوزراء العراقي الباشا نور سعيد وأمر بنصب أول تليفون في سوق السراي. ويجد مهتمون أن المكتبات الصورية المؤرشفة أصبحت مزار الأجيال الجديدة التي تبحث عن عراقة الماضي وجماليات التراث العراقي. بدأ جيل جديد يبحث عن تاريخ العراق وأهمية تاريخ العراق، ولهذا اهتمت المكتبات بالمتنبي بإعادة استنساخ الأرشيف العراقي. نشوف الكثير، مو بس مكتبة الفلفلي، كثير في شارع المتنبي وحتى في شارع الرشيد من يحاول إعادة يعني طبع كتب قديمة عن العراق، إعادة الأرشيف العراقي. نشوف الإقبال بكثرة عن كتب سيرة تاريخ العراق. مكتبات نشرت صفحات كاملة من تاريخ العراق وصور العراق، اهتم بعض الباحثين بإعادة أرشف العراقية وطبعها في مجلدات جيدة. بين عمق شارع المتنبي وأسقف شوارعه العتيقة يبزغ ضوء شمس سوق السراي على مكتبة الفلفلي لتحفظ مدخراته عبر آلاف الصور الفوتوغرافية الحياة العراقية وعبر ثقافتها وحكامها ونهضة اقتصادها وحركة تجارها. من بغداد صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.